السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالفرد الثاني في الدورة الثانية، مكون الإملاء. إذا مادة اللغة العربية دائما خاص فروض خاصة بالمستوى الرابع، إذا في إطار تتمة المستوى، إذا فروض المستوى الرابع. إذا قمت بتنزيل مجموعة من النماذج الخاصة بالمستوى الرابع، دائما مادة اللغة العربية. إذا هذا الفيديو خاص بالإملاء. إذا غنبداو بالسؤال الأول، أركب جملتين تشتملان على اسم إشارة حذفت ألفه رسما. إذا نقترح عليكم مثلا، هذا الطفل مشاغب، هذا الطفل مشاغب. اذا هذا حنا كنقولوا هذا، اذا كاين واحد الالف كننطقوا واحد الالف هذا، ولكن راه محذوفه رسما، اذا ما كنكتبوهاش. هذه الغابة كثيفة، ولا كثيفة الأشجار. إذا هذه الغابة كثيفة الأشجار. حتى هذه، إذا حنا كنطقوا واحد الألف هذه، إلا هاد الألف هذه ما تنكتبوهاش، فهي تنطق ولا تكتب، إذا تحذف رسما. ندوزو السؤال الثاني، أصنف أسماء الإشارة الآتية في جدول. إذا غنكتبو بالنسبة للخانة الأولى اسم الإشارة حذف ألفه رسما، إذا اللي كنطقو الألف وما تنكتبوش غنكتبوها في الخانة الأولى، واللي تنطقو الألف وتنكتبوه في الخانة الثانية. إذا هذا الخانة الأولى، هذان كذلك في الخانة الأولى، هذان، هاتان فالألف لم يحذف، إذا نكتبها في الخانة الثانية، هاتان، هؤلاء، إذا الألف محذوف، هؤلاء، ذلك، تلك، إذا ما كاينش ألف أصلا، تلك، أولئك كاين واحد لائك كنقول أولئك، إذا كاين واحد الألف محذوف، إذا أولئك، إذا في الخانة الأولى. ندوزو السؤال الثالث، أملأ الفراغ بالاسم الموصول المناسب. الطفل الذي رسب في الامتحان اسمه محمد. الطفل الذي رسب في الامتحان اسمه محمد. الأطفال الذين يلعبون الكرة في الملعب هم أبناء حينا. هاتان هما البنتان اللتان أعرفهما. نمت شجرة الليمون التي غرستها في الحديقة. غادي ندوزو السؤال الرابع، أحيط الاسم الموصول الذي نطقت لامه وحذفت عند الرسم. إذا الاسم الموصول اللي تنطقوا اللام ديالو ولكن ما كنكتبوهاش، غادي نديروا عليه دائرة. إذا اللتان، إذا فهي كنطقوها وتنكتبوها، الذي، إذا هنا حذفنا اللام، إذا حذفنا اللام، الذي، اللواتي كتبناها، التي كذلك حذفنا اللام، اللائي، إذا كاين اللام، الذين تم حذف اللام. ندوزو السؤال الخامس، إذا السؤال الخامس، أرسم الهمزة على الحرف المناسب مع الشكل. إذا شاء نون، إذا الهمزة على الألف، شاء نون، مسألة، إذا مسألة على الألف كذلك، مسألة، وئام على الياء، وئام، يلتئم كذلك على الياء، يلتئم، ذئاب، أسئلة على الياء، ذئاب، إذا ذئاب أسئلة. إذا بالنسبة للإملاء، إذا فالإملاء كيتعتبر إذا نشاط اللي خاص بالقسم. إذا فالأستاذ طبيعة الحال غادي يختار واحد الجمل ولا واحد النص اللي هي عندها علاقة بالدروس اللي شفنا، خصوصا فاش كنهضروا على الإملاء، يعني أسماء الإشارة، كتابة أسماء الإشارة.
كتابة الأسماء الموصولة والهمزة، إذا الهمزة المتوسطة بطبيعة الحال. خصنا نردو البال أنه ملي تنكتبو، إذا ملي تيملي علينا الأستاذ ردو البال كيفاش نكتبو الأسماء الموصولة، كيفاش نكتبو أسماء الإشارة. اللي كاينين اللي تيتكتب الالف بالنسبه لاسماء الاشاره، كاين اللي ما تتكتبش. الاسماء الموصوله كذلك اللام، كاين اللي تتكتب فيهم اللام وكاين اللي تتحذف. وبالنسبه للهمزه فكنرد البال لحركه حركه الهمزه وحركه الحرف الذي قبلها. اذا دائما كناخذ بعين الاعتبار بان الترتيب ديال قوه الحركات، دائما الكسره هي الحركه الاقوى، عاد الضمه، الفتحه، ثم السكون. اذا اللي كيتعتبر ما كيتعتبرش حركه، ولكن يعني هو اضعف الحركات. اذا وكان نرد البال، اذا فاش كيملي عليا الاستاذ كنرد البال لهاد الكلمات هادو باش ما نديرش اخطاء على مستوى الاملاء. اذا اصدقائي، الى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا ان شاء الله في الفيديو القادم مع باقي الفروض والنماذج الخاصه بالمراقبه المستمره الخاصه بالمرحله الرابعه. الى اللقاء.